السلام عليكم، معكم عبد الغني الوافي، الساكن بدوار ولا سبيطه، قياده عام مرسله. كيف ما سبق وبتينا واحد الحوار على قناتكم عبير، هنبداو دابا من حيث انتهينا في الحوار الماضي. اولا، السيد اللي كان متابع بتزوير شواهد طبيه هو والزوجه ديالو، تمت يوم 1/7/2021 تمت الجلسة الأولى، في المحكمة، ولكن بغياب الدفاع ديالو تم التأجيل ديالها لمدة طويلة. المدة من 1/7 تأجلت حتى 14/10، رغم أن هذا السيد معترف، والاعتراف كيف ما سبق وقلنا بأنه سيد الأدلة، وما تنتظروش بأن يجيو شي أدلة أخرى أكثر من هذا الاعتراف. لهذا تنشوف بأن الناس اللي ظلموني وجروا عليا وتهدوني بالقتل هما ناس مازال طلقاء أحرار تيعيشوا حياتهم بشكل عادي، ولا أنا، ولكن أنا من الجانب الآخر تنعيش في واحد المأساة أنا وليداتي. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن الناس اللي هدوني بالقتل وتلفيق التهم والاختطاف، اللي هما العصابة اللي حرضهم عليا هاد السيد، هو هاد العصابة هذه تقول لك بأن احنا جميع الجهات احنا قادر نحركوا هذا الضك. وأنا في بهذه المناسبة نطلب من الجهات المسؤولة اللي هي وزارة الداخلية بصفتها سلطة وصية على الأراضي السلالية اللي تتم تزيئ الأراضي فيها في ولاد سبيطة، قيادة عام رسالة، والبناء العشوائي في واضحة النهار. زائد تنطلب أصلا أيضا من السيد وزير العدل، وتنطلب من السيد رئيس النيابة العامة يدخلوا في هذه القضية هذه، لأن أنا وليت نعيش مأساة وما بقيتش قادر نمشي للمحل ديالي. هذا المشكل هذا أخلق لي، وليت في نفسية تنعيش واحد نفسية صعبة، ووليداتي تيبقاو يبكيو ليا والزوجة ديالي، لأن المنزل ديالنا ما بقيناش نمشيو ليه، وهذا تيشكل لي ضرر كبير. وكثرة المصاريف وهذا الشيء كامل خلاني تلجأ ونصور هذه الحوارات، بالله وعسى يوصلوا المسؤولين اللي هما غيورين على هذه البلاد، اللي هو تيمشي في اتجاه صحيح. ما بغيناش هذه المسائل هذه تأثر على التوجهات ديال البلاد. لهذا تنطلب من هاد المسؤولين، الله يجزيكم بخير، الله يصلح من امثالكم يا ربي، ان هاد الناس هادو تدخلوا وتنصفوني منهم. وجميع الاشخاص اللي تبتت بانهم متورطين معاهم، تنتمنى ان تفتح تحقيق يكون شفاف ونزيه. وانا ما تنتهم حتى شي واحد، ولكن بالمقابل اي واحد تبتت بانهم دخلوا عنده يد في الموضوع، انا تنطلب بانه ينال الجزاء ديالو. وهاد الناس خصهم ينالوا الجزاء ديالهم، لان انا وليت انا متشرد، وما يمكنش انا نبقى عايش طول حياتي هاد الحاله هذه. هاد الناس هادو خلوني في واحد الحاله نفسيه صعبه بزاف، وتنتمنى من المسؤولين وتنعاود نتمنى منهم باش يدخلوا ينصفوني في حق هاد العصابه هادو. هاد العصابه اللي تيقول لك عندهم يد طويله في جميع اجهزه الدوله، وانا تنظن بان المسؤولين ملي يسمعوا هاد الهضره هاد الكلام هذا كامل، ما يمكن لهمش يوقفوا مكتوفي الايدي ويتفرجوا على هذا الشيء، اللي تيروج. انا تنتمنى، وانا مسؤول على اي كلمه تنقولها، انا مسؤول عليها. هاد الناس يقول لك عندهم يد طويله، وعندي ادله، ثابته في حق هاد الناس هادو. واي واحد تنتمنى عنده يد في هاد القضيه هذه وهاد الحقره اللي عايشها، انهم ياخذوا الجزاء ديالهم. هاد الشيء اللي تنقول لكم. وبالنسبة للناس اللي مهدني بالتهديد بالقتل وتلفيق التهم والاختطاف، اللي هما عبدين وكيلة والإخوة ديالو، هاد الناس سيبنيو في واضحة النهار وبدون ترخيص، وفي الأراضي اللي هي تابعة للدولة، اللي السلطة الوصية هي وزارة الداخلية، في واضحة النهار. وعندي تصويرات، وعندي فيديوهات، عندي تصاور، عندي أدلة في حق هاد الناس هادو. وهاد الناس هادو ما خصهمش يفلتوا من العقاب، هاد الناس خاصهم يتعاقبوا، لان الارض ديال الدوله جالسه تضيع. وهاد الناس هادو بفعلهم ولاو جميع الازقه اللي هي تتكون شاسعه تقريبا 8 الامتار 6 الامتار، تيجيو تيفصلوها وتيخليو الزنقه ضيقه، حتى شي واحد ما يقدر يمر منها. هاد الناس يقول لك عندهم باع طويل في اجهزه الدوله، وبغيتهم ياخذوا الجزاء ديالهم. وبالنسبه لاعوان السلطه، شنو النوع ديال التهديدات اللي كتعرف لهم؟
نوع التهديدات اللي تنتعرض لهم، تعرضت للتهديد بالقتل، وعندي شهود في هذه النزيله، وعندي شكايات عرضتهم على السيد وكيل الملك في 9 شهر 1 2020، وهما مازال رايجين في المحكمه، وكان الملف هذا واخد اتجاه اخر فيما تنبحث عليه، تيقولوا لي بانه قيد الدراسه. ولكن من بعد ما بقيت دائما تنسول على هذا الملف هذا فين وصل، في اخر المطاف تفاجات وبان لقيته تيروج في جلسات بدون العلم ديالي، وبانه تدخل يتحكم تقريبا شي 2 أو 3 مرات وبدون العلم ديالي، وتيخرج من المداوله باش يعاودوا يتصنتوا ليا ويتصنتوا للشاهد. ولكن في المحكمه فين ما تنمشي نبحث على هاد الدوسي هذا، تيقولوا لي بانه مازال هاد الدوسي هذا قيد الدراسه عند النيابه العامه. ملي مشيت للكتابه الخاصه ديال السيد الوكيل المحترم، قالوا لي بان هذا الملف هذا ديجا هو تيروج في جلسات، وانت على غير علم به، ودخل يتحكم شي 2 أو 3 مرات وانت على غير علم. لهذا عطاني الرقم ديالو ومشيت نبحث فيه، ولقيت بان الخطير في الامر هو انني شاكي بالسيد اللي هددني بالقتل، في حقه كاين متابعه فعلا، ولكن السيد اللي شاكي به بانه سرق الضوء تبيعه للساكنه، وبانه تيستغل هو بدا تيحسب راسه وكانه شركه ريضال، تيزود الناس بالماء، وهذاك الماء تيستخرجوا بهذاك الضوء، بهذاك الضوء المسروق، وبانه تيبتز الناس، وكل مره تيزيد لهم في الاثمنه ديالو. ملي تقدمت به الشكايه، لقيت بان هذا السيد سقط عليه المتابعه وتابعوني انا في بلاصتو، وهذا ما دفعني الى طلب، درت واحد الطلب السيد وكيل الملك من اجل اصلاح هذه المتابعه. وهذا الملف هذا سيدوز ان شاء الله 14/7. هذا الملف هذا تنتمنى بان جبت لهم الادله، جبت السيد نائب وكيل الملك، جبت له الدليل، جبت له معاينه قضائيه بان هذا السيد هذا، سرق الضوء، مدوزو في الاشجار ديالو، مدوزو بطريقه غير قانونيه الناس كاملين، وانا شنو الفائده بانني ناخذ الضوء نسرقه في بلاصتو ونعطيه للناس اللي هو تيبيع لهم الصنادق. هذا السيد هذا تيبيع الصنادق ويوعد الناس اللي تياخذوا من عنده، الصناديق السكنيه، تيوعدهم قبل ما ياخذوا من عنده الصناديق السكنيه بانه يمدهم بالضوء وبالماء. وهذا وانا مثلي مثل سائر الناس، هذا السيد تيسرق الضوء وكان تيبيعوا لينا، ولكن انا قطعوا عليا. السبب ما عرفتش شنو السبب، تيقول لك بان انت تدير المشاكل، انت ما تتمشيش في هذاك الشيء اللي باغيين حنايا، انت تتعارضنا، هذا هو السبب اللي خلاه بانه يقطع لي الضوء والماء وعطى الناس الاخرين. ودرت المعاينه، والمعاينه راه دفعتها السيد الوكيل، وتنتمنى بانه تكون انصافي في هذه القضيه هذه. و14/7 ان شاء الله تنوعدكم بانني نقدمكم جديد ان شاء الله، اي مستجد غنوصلوا للقناه ديالكم، وباش يوصل لسائر الناس، جميع المغاربه اخوتي، بغيت يوصل لهم هاد الابتزاز وهاد الظلم وهاد الشيء اللي تنتعرض ليه، باش ناس اخرين ما يتعرضوش لنفس المصير اللي تعرضت ليه انايا. وبهذه المناسبه تنولي ناكد بان الطبيب اللي كان عطى شوية طبيه مزوره، وديجا سبقت وهضرت على هذا الموضوع هذا، بان سميتو نور الدين، اللي عنده شي دعوه في المحكمه وفيها هاد الشكايات هادو بان الطبيب غير موجود. تنتمنى بان هاد الامور توصل لسائر المغاربه ويساندوني في هاد القضيه، وتوصل المسؤولين الغيورين على هاد البلد العزيز علينا، من اجل الضرب بيد من حديد على كل الناس اللي هما عندهم يد في هاد القضيه هادي. وتنشكركم ونشكر القناه ديالكم من جديد، وتنتمنى بانكم تواكبوا هاد الملفات ديالي، لان عندي عديد الملفات مع هاد الناس هادو، تنتمنى بانكم تواكبوني وتوصلوا الراي ديالي، وتوصلوا لجميع الاقوال ولهاد المسائل الراي العام، باش توصل للمسؤولين الكبار في البلاد ويعاقبوا هاد الناس، وكل واحد ياخذ الجزاء اللي تيستحق.